بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي متابعي القناة. في هذا الفيديو سأعرض عليكم بعض العقارات، وهي عبارة عن تجمع فلل بالقرب من مدينة يلوى للبيع. يتراوح سعر الفيلا من 250 ألف دولار ولغاية 400 ألف دولار، وذلك حسب حجم الفيلا وحسب عدد الصالات وموقع الفيلا. الفيلا على موقع جميل، له إطلالة جميلة على البحر وعلى الجبال الخضراء. نحن الآن إخوتي على شاطئ مدينة يلوى في أحد المقاهي. كما تلاحظون المنظر هنا جميل جدا، ويلوى مدينة ساحلية تقع على ساحل بحر مرمرة. في الطرف المقابل من البحر نشاهد مدينة اسطنبول. يمكن الذهاب إلى مدينة اسطنبول باستخدام الإيدو أو القوارب الكبيرة للنقل، تبلغ حوالي المسافة حوالي 45 دقيقة من يلوى إلى اسطنبول. يلوى إذا كما أخبرتكم مدينة ساحلية فيها جالية عربية وفيها محلات أطعمة عربية، فيها جالية من دول الخليج ومن فيها جالية من دول الخليج ومن العراق وغيرها من البلدان العربية. هنا في الأفق إخوتي نشاهد في الأفق بعد القارب جزيرة الأميرات. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة. نحن الآن في شارع الفاتح في يلوى. هنا تكثر المطاعم العربية والمحلات العربية. الآن نحن بمطعم الآن نحن في مطعم بالقرب من جادة الفاتح، مطعم فيه مأكولات عربية. شاهدوا الفول والفلافل. جادة الفاتح يوجد بها جالية عربية كبيرة ومتنوعة من دول الخليج وغيرها من البلدان. هنا نحن الآن في أحد الحدائق في حديقة بمدينة يلوى قريبة من شاطئ البحر أو على شاطئ البحر كما تشاهدون إخوتي. هنا نشاهد السفينة التي تأتي من اسطنبول، سفينة النقل تسمى بالإيدو. انظروا إخوتي الملاعب والحدائق الجميلة، مدينة جميلة جدا وهادئة، مدينة سياحية تقع على بحر مرمرة. يوجد على هذا الشاطئ العديد من الشقق في هذه الأبنية التي ترونها أمامكم للبيع. يتراوح أسعارها تقريبا من حوالي 50 ألف دولار وأكثر من ذلك حسب حجم الشقة وحسب إذا كان بناؤها جديدا أم بناء قديما. Thank you.
في نهاية المقطع إخوتي كما أسلفت لكم، هذه الفلل تقع ضمن تجمع للفلل مبنية من قبل شركة للإعمار، يتراوح سعر الفيلا من 250 ألف دولار ولغاية 400 ألف دولار. فلل جميلة ومنشأة حديثا. للاستفسار والاتصال يرجى الاتصال على الرقم 0090551390577. كما سنصور إن شاء الله في المقاطع القادمة عددا من الشقق على الساحل أو فلل أخرى أو عقارات أخرى للبيع. أرجو في نهاية هذا المقطع أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. كما نشاهد جمال الطبيعة وجمال هذا الشاطئ، من الجهة المقابلة نلاحظ شاطئ مدينة إسطنبول. إلى أن نلقاكم في مقطع آخر، أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.